بلادكم مصطفى العلاوي أفيك حميد الكوشي وفي خاطرك إبراهيم بونجالو تحية لمحمد الحصيبة وراشد تولو صاحبي صدت الغابة وجبلنا واللي ربي وداك العشلنا صدت الغابة وجبلنا ياللي ربي وداك العشلنا غايه وش التحمامة خارجانا يا ما خلاتليش العقلنا وش التحمامة في السمانا يا قولوا لي وين هو الحل راشي معدل الكمش تحية لمحمد الحنافي وغاشي تاونات وفي خاطر ادريس وعبد العالي وغاشي كافي الشرق هذيك الزينة اللي خارجة واش براسك ولا مزوجة هذيك الزينة اللي خارجة واش براسك ولا مزوجة نحكي لك يا بنت الحاجة على الايام المعوجة نحكي لك يا بنت الحاجة على ظهري انا كيف جا هاي سقسي والغابة وجبل يلي ربا وذاك الحشل سقسي والغابة وجبل واللي ربا وذاك الحشل وش التحمامة خارجة يا ما خليتليش العقل وش التحمامة في السماء يا قولوا لي وين هو الحل تحية لوليدة بني علا حميد الفرماسيان صاحبي يحيى التفاتي وحسن البعواوا وفي خاطرك عز الدين خويا حمامتي نعرفها مليح واللي تبعها يدير ريح يا حمامتي نعرفها مليح واللي تبعها يدير ريح نقولها وكلامي صحيح اللي يخرف غزال يطيح نقولها وكلامي صحيح اللي يخرف غزال يطيح سقسي والغابة وجبل واللي ربى وذاك الحشل سعدت الغابة وجبل واللي ربى وذاك الحشل وش التحمامة خارجة يا ما خلاتليش العقل وش التحمامة في السماء يا قولوا لي وين هو الحل شفتك شوفها وقلبي ضرب وخاطري لك انتي هرب شفتك شوفها وقلبي ضرب وخاطري لك انتي هرب سقسي والغابة وجبل واللي ربا وذاك العشل صدت الغابة وجبل ياللي ربا وذاك العشل غايه وش التحمامة خارجة يا ما خلاتليش العقل وش التحمامة في السماء يا قولوا لي وين هو الحل خاطر غاشي معيون عم جنرال غاشي جرادة بكي حميدو نرفد زويج ديال الطهار نخرج صياد هذا النهار نرفد زويج ديال الطهار نمشي صياد هذا النهار انا تخطف في وسط الشمر او نطيح مطلب تشعر انا تخطف في وسط الشمر هوا نطيح مطلب تشعر سعدات الغابة والجبل
واللي ربي وداك الحشن صدقت الغابة وجبن ياللي ربي وداك الحشن غايه وشد حمامة خارجة يا ما خلاتنيش العقل وشد حمامة في السماء يا قولوا لي وين هو الحل مولات الحي كل تهامة والهاو دكسكي من الواحد مولات الحي كل تهامة والهاو دكسكي من الواحد في عيني كان أقلت الغرام تمنيت معك ندير الولاد في عيني كان أقلت الغرام تمنيت معك ندير الولاد خاي سقسي والغابة وجبل يلا ربا وذاك الحشل سقسي والغابة وجبل ولا ربا وذاك الحشل وشد حمامة خارجة يا ما خليت ليش العقل وشد حمامة في السماء يا قولوا لي وين هو الحل